السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية من صالة نادي الغرافة أحييكم مشاهدينا الكرام، والتواصل عبر قناة الاتحاد القطري لكرة السلة وأجواء السلة القطرية والمباراة النهائية التي تجمع ما بين فريقي الشمال والعربي. يسعدني ويشرفني بأن أكون بصحبة القدير كابتن حسن عبد المعطي، مدرب ومشرف الفئات السنيه بنادي ريان الرياضي. اهلا بك كابتن حسن. اهلا بك يا دكتور مصطفى. كابتن حسن، سريعا كده قبل المباراه، غير ان احنا هنتوقع مين اللي يكسب والاسئله التقليديه دي، شايف المباراه ممكن تمشي على وتيره ازاي في الشوط الاول ان شاء الله ما بين الفريقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتكون مباراه متكافئه جدا لما يملكوا الفريقين من عناصر قويه واستقرار في الفريقين من بدايه الموسم لغايه المباراه النهائيه. اعتقد هيكون ايكوال جيم 50-50 بين الفرقتين، وبناء على مجريات اللعب والاداء نشوف مين الكفات اللي هتبتدي ترجع في الجيم، لكن كل فرقه عندها عناصر قوه متميزه يقدر يلعب بيها. لو بصينا لفريق النادي العربي، عنده ويليام بيرد من افضل اللعيبه الخبره الكبيره، وبيدي روح واجريسيف في الملعب لزمايله، وخصوصا في الدفاع بيقدر يمسك اي مفتاح، بيقدر يلعب على السكند تشانس، لعيب مهم جدا، بيعمل اضافه قويه وروح عاليه لفريق العربي. معاه جلوي، اعتقد ان اداره النادي العربي توفقت في جلب جلوي من لبنان، لاعب قوي عنده فيجن عالي، بيلعب مع الفريق كله، جسمه كبير وصل 2 متر وبوينت جارد طويل، ولما بينزل تحت الباسكت في الدفاع بيقدم قوه، عنده سرعه، عنده نقل الملعب بسرعه، لاعب قوي برضو، عمل اضافه قويه للنادي العربي. عنده عمر سيك، عنده بعد كده عمر سيك كلاعب انسايد ما بيتفلسفش زي ما بنتكلم، لاعب طويل بيلعب بوزيشن 5، بيلعب باسكت سهل، بيساعد الفريق في الديفنس، بيقدروا يلعبوا تيم. يعني فرقه النادي العربي دي ميزه كويسه جدا انه بيلعبوا كلهم تيم، بالاضافه الى اللاعب الداهيه الخبره الكبيره خالد سليمان. احنا شفنا خالد الافرج بتاعه في السكور ثابت، بيقدر يلعب مع التيم، بيروح ورا كل كره على سكند تشانس. الفريق العربي فريق متماسك، وخصوصا ان الفريق العربي عمل كامباك في الدوري، تعصب في البدايات وكان عنده مشكله عمال ما يدخل في المربع وجاي من بعيد زي ما بنقول، والنهارده روح الفريق العربي عاليه على اساس ان هو بطل الدوري السنه اللي فاتت، وصل للنهائي السنه دي، فبيحاول ان هو يسعى جاهدا انه يضيف لخزينه النادي بطوله الدوري مره ثانيه. الشمال بالنسبه للعربي، بالنسبه للشمال شفنا فيه اتزان قوي بالنسبه في الشمال من بدايه الموسم مع كوتش حسن حشاد، ونسيت برضو اتكلم عن كوتش حسن المملوك، بيلعب بعناصر فرقته كويس بالنسبه للنادي العربي. بالنسبه للكوتش حسن حشاد، محافظ على التيمبو بتاع الفريق من اول موسم لاخره. طبعا الفريق بيتميز باللاعب المميز نجم منتخب الجزائر ومن اللعيبه المحترفين الاقوياء اللي بنشيد بادائه في اللاعب محمد حرات، بنشوف محمد حرات على السلتين مستحوذ على الكرات، بنشوف محمد حرات بيقدر يجيب سكور، بنشوف محمد حرات بيقدر يعمل اسيست لزمايله، فلاعب مهم جدا. عنده ميشا وعنده جورجي، بالاضافه الى جورجي، واحنا شفنا ميشا وجورجي الاثنين نجوم منتخب جورجيا، وشفنا جورجي قد ايه لاعب قوي بيقدر يكمل، بالاضافه الى بقيه العناصر، منصور الحضري على فارس على امير، فريق قوي، عنده دكه قويه جدا، عنده دكه قويه جدا، وهنشوف هيقدروا يقدموا الفرقتين ازاي مع بعض، لكن في تكافؤ بين الفريقين. اشكرك كابتن حسن. اعزائي المشاهدين، سريعا معلش نروح لملعب المباراه. قبل ما نروح بسرعه كده، المباريات اللي بتجمع ما بين الفريقين في الدوري بسرعه كانت لصالح الشمال في المباراتين. اخر مباراه كانت 3 بونت لصالح الشمال، المباراه الاولى كانت 14 بونت لصالح الشمال. مباراه مهمه جدا، العربي اخد على البطولات، اخد على منصات التتويج. الشمال اول سنه يوصل للنهائي، مباراة ممتعة جدا. اترككم مع الزميل العزيز والمعلق الرياضي كابتن اشرف المنياوي، فلك الميكروفون. شكرا الزميل العزيز الدكتور مصطفى حافظ وكابتن حسن عبد المعطي شيخ المدربين. بسم الله وعلى بركة الله، الان مع المباراة النهائية اعزائي المشاهدين، مباراة نهاية الموسم، مباراة التتويج، مباراة الفوز والدرع والتاريخ، مباراة العربي حامل اللقب يدافع عن لقبه أمام الشمال الحصان الأسود للبطولة، بعد أن أعاد ترتيب أوراقه سواء بالمحليين والمحترفين أمام التوليفة والهارمونيك العربي. هذا هو اللقاء، ماذا يكتب القدر؟ من سيتوج بالبطولة؟ من يتوج بالدرع؟
السؤال الحائر حراث وتصويبه أولى. محمد حراث هو نجم فريق الشمال، معه ميشا وجورجي لاعبة الفريق المنتخب الجورجي، ومن المحليين عمارة وفارس، وهنا تصويبة أولى لعمر سيك. إذن أولى سلات اللقاء بتوقيع عمر سيك. كان هناك أحاديث عن تغيير هذا اللاعب، ولكن مع في الحديث مع الكابتن حاتم مملوك المدير الفني وأبو فيصل رئيس الجهاز الحفاظ على التوليفة وجورجي، شوف الذكاء، لاعب ازاي رائع، حول الكرة من ترافل لفاول لمصلحته، لاعب صاحب خبرات كبيرة، جورجي صانع ألعاب المنتخب الجورجي وفريق الشمال. إن شاء الله نستمتع ثويا بهذا اللقاء. حراث يسجل من بعيد، محمد حراث لاعب المنتخب الجزائري، لاعب من العيار الثقيل. هنا الكيك اوت، عمر 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 في الكي بوينت، لكن الكرة خارج السلة. التعادل حتى الآن هو النتيجة، وجورجي يصر بالخبرات في الحصول على الأخطاء. نهاية الدوري، نهاية أهم البطولات اليوم، الختام من يتوج؟ هل العربي الذي عاد من بعيد بعد حقبة كبيرة في الثمانينات وبداية التسعينات، عندما كان يحصل وعندما كان ينافس مع نادي قطر ونادي الريان على البطولات، عاد الموسم الماضي وحصل على البطولة، أم الشمال الذي دجج البنش والملعب باللاعبين؟ جورجي النقطة الأولى والرمية الحرة. التقدم شمالي، أصحاب الزي الأبيض عزيزي المشاهد. من جديد الشمال يسجل. أعزائي المشاهدين، التقدم شمالي أبيض. الأحمر هنا جالوي، جالوي لاعب رائع، لعب في لبنان والعراق والنفط العراقي، ومثل المنتخب العراقي، لاعب أكثر من رائع. جورجي الباص، الباصات الاستعراضية الذكية، حراث يقبلها. جميع الحديث يصب في مصلحة الشمال، ولكن هناك ثقة في العربي خاصة في المباريات النهائية. شفنا العربي الموسم الماضي أمام الوكرة في الدوري وكاس الأمير وتالا، وتصويبة غير ناجحة. جورجي من جديد، الباونس باس، الانسايد، إذن هو الحل، هي التعليمات من كوتش حسن حشاد لفريقه، اللعب الانسايد والدرايف، لا اعتماد على التصويب. تالا يقول هنعتمد احنا، لكن كورتين غير ناجحين. المتابعة، الاوفنسيف ريباوند الرائع من عمر سيك، يقلص الفارق عزيزي المشاهد. 6 شمال، 4 عربي، لقاء الفاينل، نهائي الدوري، كتابة التاريخ بخط عريض. هنا الابن داون، الدفاعات من ويليام بير اللاعب الامريكي في صفوف فريق العربي. تشكيلة حاتم مملوك هي التشكيلة اللي حصل بها على الدوري، على كاس الامير، وايضا على البرونزية في البطولة الخليجية. اضاف اليهم جالوي القادم من النفط العراقي، حصل معهم على الدوري بعد ماراثون مع فريق الشرطة. جالوي، تالا، المحاولات، دفاعات قوية، فارس أفيديتش، مهمة صعبة مع خالد سليمان. ميشا أو ميكائيل، لاعب فريق الشمال المحترف الثاني الجورجي، يلعب في مركز 2، يمتاز بالتصويبات، شفناه في آخر ويندو في كأس العالم، لعبوا أمام اليونان. هنا أفيديتش، 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 لكن تضيع. وهنا الأوفنسيف ريباوند، جورجي استغلال الأوبن شوت والضياع. 1 2 3، ثلاث مرات هنا المحاولات عزيزي المشاهد مستمرة، ولكن الكرة تضيع. متابعاتنا هجومية ناجحة لكن بلا فعالية، شوف حافظين بعض، حتة عمر عارفها زي اسمه، كاتبها ومسجلها في الشهر العقاري،
وفي أماكن التسجيلات عمر سيك حافظ الهاي بوست واللعيبة حفظاء عمارة وعمر لقاء الأوزان الثقيلة. التعادل 6-6 عزيزي المشاهد في نهائي الدوري نسخة 2018-2019. لمن تذهب إلى الشمال للمرة الأولى؟ هل الدرع سيتم كتابة عليه نادي الشمال للمرة الأولى؟ أم العربي يستمر لملاحقة الريان صاحب الأرقام البعيدة؟ الريان طبعاً صاحب أكبر عدد مرات الفوز بالدوري العام، كان يليه دائماً قطر والعربي في أول التسعينات بالسبع لقاءات سبعة دوري، لكن العربي تمكن من حصول على الثامنة الموسم الماضي، بينما الشمال يبحث عن خط أول تاريخ جديد يسطره نادي الشمال لهذا الموسم أم العربي؟ وهنا بقيادة الغزال سليمان جورجي، الارتباك والإنسايد زي ما كنا بنقول، عمارة عمر عبد القادر، ما فيش هلب، قلوي وحراث، خروج الكرة، سيف الدوسري قريب من الكرة، الحكم الدولي، الصافرة لمصلحة قلوي العربي صاحب القميص الأحمر. التعادل 6-6. قلوي والمنطقة المحببة إليه على طول من الأوف تريبل، هو ستايل قلوي. محمد حراث، الرهان على محمد حراث عزيز المشاهد. ميشا والبيكن رول، فضل هو ينهيها، منهاش دفاعات قوية، عدم تركيز، الفاست بريك، ترانزيشن أول، ويليام والتنك والحضاج ينتزع آهات العربوية، التقدم يزيد للعربي، 10 عربي 6 شمال، 4 دقائق 19 ثانية تفصلنا على نهاية فترة أولى عنوانها الدفاع بقوة هي كلمة السر. مرة جديدة عمر عبد القادر، يا سلام يا عمارة، عمارة تعود له ذاكرة الغرافة والتصويبات بثلاث نقاط، يطلقها من بعيد ليقلص الفارق لنقطة يتيمة. هنا قلوي والدرايف رائع، قلوي أيضا يوم العرض، هنا كله يعرض نفسه يوم البطولة، كله عاوز يقول حصلت على البطولة في 2018-19. وشوف الخبرات يا جورجي، شوف الخبرات، بيرد بالفعل، بيرد بالفعل، طار ويسجلها جورجي ويحصل على الأنوان. الرمية الحرة الإضافية، الخطأ الثاني على ويليام بيرد، الحيرة عند حاتم مملوك. التعادل من جديد، ثاني مرات التعادل، التعادل يعود عزيزي المشاهد. تالا صانع الألعاب، مرة أخرى التصويبة لكن غير ناجحة. التعادل 12-12، متبقي 3 دقائق 22 ثانية، تضيع من جورجي، يطالب بالخطأ ولكن قريب منهم جاسم، خطأ واضح، خطأ واضح. عمارة بيقول له ليه عملت الخطأ، أنا لسه واقف وراك. ثلاث دقائق 10 ثواني، التعادل 12-12 في النهائي ما بين العربي حامل اللقب والشمال في أولى ظهور له، في أول ظهور وأولى المحاولات للحصول على ويليام يعمل، لكن هنا حراث كالعادة، حراث في المتابعات عزيزي المشاهد، دائما مع محمد حراث صاحب أكبر معدلات في المتابعات. محمد حراث من جديد، البيس لاين قفلها له، ورا كمان عمر، دفاع منطقة، وحراث أندر بريشر، والكرة مع ويليام بيرد،
خالد الغزال أول سوي، لكن برا الكرة هنا وهناك. ميشا أون فاير لكن أوت أوف فاير، الخطأ الشخصي. دقيقتين 25 ثانية بلا تايم أوت، ما فيش أوقات مستقطعة حتى الآن. هنشوف القرار ايه. ادخال الكرة من الحد الجانبي 12-12، سكور لا يليق، لسه الدفاعات قوية، أم التركيز لم يصل إلى المطلوب، ما نعرفش. هنشوف خالد الغزال في محاولة للبداية، التكتل دفاعي والهوك رائع من عمر سيك والتسجيل من جديد. التقدم عرباوي والستيل جلوي وأول سوي تانك على طول، إسلام تانك رائع، والكرة من جديد لتصالح جلوي ويسجل ويتقدم 16-12. التقدم لحامل اللقب العربي بسيل أحمر حراث من بعيد المتابعة، ولكن لمصلحة العربي. أكيد الوقت المستقطع الأول يطلبه كابتن حسن حشاد بعد تقدم العربي بأربع نقاط. أكيد لن تذهبوا بعيدا، اللقاء نهائي واللقاء ساخن. عزيزي المشاهد، لاستكمال المباراة النهائية من الدوري القطري نسخة 2018-2019، التقدم للعربي بزي الأحمر بفارق أربع نقاط، متبقي دقيقة 25 ثانية. الغزال لسه عليه دفاعات ضغطة كبيرة، الغزال الأسمر صعب طبعا. هنا تسجيل من جديد والتقليص عزيزي المشاهد، أسلة وحيدة والفاست ترانزيشن على طول، استغلال عزيزي المشاهد هنا للبطء في الترانزيشن ديفنس النادي الشمال. الدقيقة الأخيرة خلاص، الأهات لجمهور العربي المطالبة بالتماسك الدفاعي، حراث 1-on-1 وإيزي تانك محمد حراث كالعادة. الفارق سلة وحيدة، أقل من دقيقة. جالوي من جديد، لاعب أكثر من مميز جالوي، التصويبة بثلاث نقاط، ولكن هنا المتابعة من جديد والكرة خارج الملعب وإدخال الكرة من الحد النهائي. خالد سليمان، عمر سيك، جالوي من جديد، خالد، التصويبة بالخبرات، تضيع الكرة، هنا ترانزيشن وثلاثة على ثلاثة، محمد حراث، ميشا،
الحضري يطلقها الحضري على طول للاعب المنتخب آخر ثواني التقدم عرباوي لا شمالي. الشمال ينهي الفترة الأولى بتقدم 19 نقطة مقابل 18 للعربي. راح دقيقتين في اللقاء النهائي في الختام ما بين الفترتين ونعود إليكم بمشيئة الله. الفترة الثانية أعزائي المشاهدين من نهائي الدوري القطري موسم 2018-2019 لا يا ويليام لا لا يا بيردا مش هياكلوها الحكام. لقطها لحبابي على طول الدبل دريبل الحضري صاحب آخر التسجيلات آخر التصويبات بثلاث نقاط 19 شمال 18 عربي عزيزي المشاهد. وهنا الحراث يتألق ويتعملق كالعادة محمد حراث ويسجل من جديد ليصل الفارق إلى ثلاث نقاط. ويليام بيرد والدفاعات قوية مرة أخرى المحاولات وهنا الدرايف الرائع لكن كيك أوت خالد سليمان مفيش نفس. يا سلام الخطأ على جورجي قرار صائب طبعا هو بيقول أنا رافع إيدي لكن عمل بوش بوسطه جورجي كده هيتغير أكيد بفارس أبي ديتش لا غير ميشا. الخطأ الثاني هنا لكن الميشا يقوم الكوتش بتغييره لا خطأ أول عزيزي المشاهد عذرا. بالفعل هنا لوحة التسجيل تظهر أنه الخطأ الأول. خالد سليمان الغزال الأسمر غزال الدوري لاعب أكثر من مميز كان ليه دور كبير مع النادي العربي. تضيع الكرة عمر سيك خالد سليمان من جديد الاختراق الديفنس وفارس أفيديتش والستيل لاعب المنتخب الوطني هنا الحضري وفارس وأمير ثلاث لاعبين في المنتخب الوطني هنا خالد رشدي وخالد سليمان جورجي 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 كالعادة جورجي بتقف الفريق تلاقي جورجي جالك من بعيد يسجل من
جديد والفارق 4 نقاط. العكسية خالد رشدي هنا الدبل دريبل. مرور دقيقة ونصف عزيزي المشاهد من الفترة الثانية في نهائي الدوري. مرة أخرى الشمال يبحث عن المحاولة لتأكيد والابتعاد بالفارق. دفاع هنا المان تو مان جورجي للعملاق أمير والكيك أوت فارس 3 ثواني. أها على طول هنا البلوك شوت ومحاولة جديدة. المحاولات يقف خالد رشدي ويسجلها رائعة وسط دفاعات. خبرات كبيرة بالفعل خالد محمد رشدي أصبح صاحب خبرات كبيرة. هذا اللاعب صغير في السن لكن قلبه قلب أسد. الله أكبر عليك يا أمير، ما شاء الله عليك يا خالد. الخطأ هنا على خالد سليمان. التقدم سلة وحيدة عزيزي المشاهد ولمصلحة الشمال صاحب القميص الأبيض. والمحاولات يا السلام، لكن هنا خالد تاني وينطلق وخالد سليمان الصغير للكبير. خالد سليمان يسجل كالعادة الغزال معاه كلمة السر، يحرز التعادل بعد انطلاقة قوية قام بها خالد رشدي. عزيزي المشاهد قدر ينقل الملعب زي ما بقول لحضراتكم، عامل الشباب هام جدا، قدر يوصل بالفرقة ويسجل منها بسهولة. خالد سليمان بخبرته حراط وجلوي، جلوي وحراط، حديث طويل، حديث مستمر. هذا الحديث هذا الكومبيتيشن على طول ما بين مهمة جلوي في إيقاف حراط. وهنا جلوي تضيع الكرة، الترانزيشن حراط حراط والكرة والتصويبة استعجل حراط فيها، لم يقوم بها بالشكل اللائق، كان مفروض يهدى شوية. مرة أخرى يا سلام، اليوباس الرائعة من هنا من جلوي. زي ما بقول لحضراتكم التفاهم كبير، التفاهم ما بين اللاعبين، حتى جلوي القادم للفريق عزيزي المشاهد أيضا لاعب اندمج وسط سمفونية حاتم مملوك. هنا جورجي يا السلام لأمير والخطأ الشخصي. خالد رشدي بيشيل الخطأ من ويليام. تبديل وخروج لجورجي زي ما كنت أنا متوقع. تغيير، نزل تاني ميشا. أخرى الوقت المستقطع عزيزي المشاهد، تقدم للشمال بنقطة واحدة. مميز أعزائي المشاهدين، شايفين مجالس إدارات الجميع مهتم. عزيزي المشاهد مجلس إدارة نادي الشمال والنادي العربي
شايفين رئيس الجهاز للنادي الشمال وهو نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد رئيس الاتحاد. الجميع هنا مهتم طبعا ونادي العربي بجميع مستوياته ورئيس جهاز نادي قطر الحاصل على المركز الثالث البرونزية والحفاظ. إذن حضور مميز كالعادة هنا، اهتمام كبير للنهائي، نتمناها مباراة ممتعة بمشيئة الله. عودة عزيزي المشاهد لاستكمال ما تبقى من الفترة الثانية والوصول لمنتصف اللقاء، وعمر سيك في المتابعة وخالد هنا. الكرة في حيازة حراط والكيك اوت فارس افيديشو، والتسجيل من جديد ولكن من نقطتين. إذن عزيزي المشاهد التقدم للشمال 28، العربي 25 في اللقاء النهائي للدوري القطري. هنا على طول حتته، على طول بتاعته جالوي من الاوف دريبل، الاوف دريبل على طول، هو ستايله، هو لعبه الحضري اون فاير على طول. الحضري يسجل، بيرد على طول، جالوي على طول ستايله من الاوف دريبل، رد عليه على طول الحضري الانسايد، حاتم مملوك يلعب على الانسايد ويسجل من جديد. إذن سلة هنا سلة هناك، هنا ستيل جديد. خالد تضيع الكرة بغرابة يا خالد، معقول الحضري تاني استعجل فيها؟ لكن هنا على طول الماجنتيك مان، الرجل المغناطيسي، ملك المتابعات والتسجيلات على طول، حرات عمر سيك يرد. إذن مش عارفين ناخد نفسنا في ثلاث دقائق. هنا سلة وهناك سلة جديدة، محمد حراث التمركز الدفاعي، التنظيم من جديد للفريقين. الحضري أمير مرة أخرى، الحضري، الحضري كيك أوت، استعجل في الباص، الزهاء، نجاح في الديفنس، نجاح في الديفنس. هنا التكنيكال فاول على أتباع الفريق، أتباع الفريق. المباراة طبعا عاوزينها تمشي بسلام، لكن هنا فارس أفيديتش بيشاور، اللي هي الإشارات للاعب يعني بتكون في ستايل اللي دخله في كرة السلة لاعب الـ NBA. بعد ما اللاعب بيلعب أو بيسجل يبص على البنش يواجه، لكن هنا في الأخير القرار للاعتراض من أتباع فريق العربي قوبل بحسم بالتكنيكال فاول. جاسم نضر يتوجه لطاولة التسجيل، المداولات بين الحكام شيء صحي وطبيعي في كرة السلة. الحكام الثلاثة دوليين على فكرة ومميزين دوليا، وشفناهم في بطولات الخليج، ومنهم من قام بالتحكيم في البطولة العربية. هنشوف القرار الأخير، إعادة هنا، اللجوء لخاصية الـ IRS الـ Instant Replay System، وهذا ما أدخل في قانون كرة السلة حديثا عزيزي المشاهد ويتم الأخذ به. وعلى فكرة هنا الإعادة عن طريق استعمال البث المباشر اللايف ستريم لقناة الاتحاد، هي من تضيف هنا للاتحاد القيام السماحية. هنا مستر بيتر ومعاه جاسم نضر ومعاه خالد الأحبابي، الـ ILS اللي هي بتساوي الفار في كرة القدم، لمشاهدة الكرة من جديد بالفيديو، بيشوف الاحتكاك اللي حصل ما بين لاعب نادي الشمال
فارس افيديتش وبنش البدلاء، هل هو طبيعي ام غير طبيعي؟ شايفين جاسم والمداولات مع بيتر والحكام، هو اللي طلب الانتقال الى الملعب حتى يتم المداولة بشكل سري والوصول الى قرار بالأغلبية او الإجماع. حصل احتكاك عزيزي المشاهد او حديث ما بين اللاعب فارس افيديتش، ويتوجه جاسم نغر ويعطي القرار الحاسم هنا عزيزي المشاهد، قرار نهائي بالتكنيكال فاول. هيكون التنفيذ هنا رمية حرة لإدخال الكرة من الحد النهائي، والخطأ الثاني هنا في الجهة الأخرى. إذن الشمال 33 العربي 31، وهنا تكنيكال فاول أيضا على اللاعب رقم 10 فارس أفيديتش بعد اللجوء إلى الفيديو. خالد سليمان، خالد رشدي، يا سلام على الأساس، باس رائع من خالد محمد رشدي إلى تحت السلة لتسجيل نقاط التعادل. ومرة أخرى يا سلام يا سلام، حراف معاه على طول المفتاح السحري، محمد حراف يسجل ويتفوق الشمال. خالد سليمان اديله فرصة، اديله نفس، هيشوط على طول، لا يكل لا يمل الحضري، يهدي الملعب. الفارق سلة وحيدة عزيزي المشاهد. ميشا الهاي بوست، حراف ثلاث ثواني، الحضري منصور في آخر جزء من الثانية. على طول حاتم بيقول له جو جو، روح يا راجل، خلصها يا رشدي. سمع الكلام خالد محمد رشدي وراح وسجلها وحقق التعادل. دفاعات البريشر هنا ومرة جديدة، وميشا والإطباق على ميشا، عمارة، كل المحاولات والتعادلات. وهنا الحضري مرة أخرى، الثواني تمر، النجاح في الدفاع، الهجمة الثالثة. إذن هو نجاح كبير لدفاع العربي عزيزي المشاهد في ظل عدم وجود جورجي. هناك مأزق في الهجوم الشمالي، بيتم ضرب البريس لكن بتكون استهلكت الثواني، بيقدرش، مش الهدف من البريشر هو قطع الكرة فقط، ولكن استنفاذ لزمن الهجمة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على إنهاء الهجمة في الزمن المحدد أو الاستعجال. التعادل لا زال تعادل، وخالد رشدي اتجرأ خالد ودور على عمر، ولكن في الأخير الكرة خارج السلة. عزيزي المشاهد، ما بين فترتي الثانية والثالثة هناك تكريم عزيزي المشاهد من اللجنة الإعلامية للإعلاميين من داخل وخارج الاتحاد وكل. وهنا من جديد محاولات جورجي وميشا، لكن تضيع من ميشا. مرة أخرى جالوي، مرة جديدة خالد والمحاولات، رشدي وبيدور على خالد سليمان، وتضيع الكرة عزيزي المشاهد، الكرة تضيع من خالد سليمان، ولكن يتمكن الحصول على الخطأ الشخصي. الخطأ على عمر عبد القادر عزيزي المشاهد. كنت بنوه لحضراتكم الآن بعد دقيقتين هيكون هناك تكريم لطاقم قناة الاتحاد والإعلاميين من خارج الاتحاد.
الرميات الحرة. تسجيل لخالد للرميات الحرة. التايم اوت عزيزي المشاهد، تايم اوت في الدقيقة الأخيرة. العربي 36 الشمال 35 على منتصف المباراة رايحين. الدقيقة الأخيرة، الدفاع الضاغط يستمر. هنا جورجي، ميشا الدرايف كيك اوت حضري، البيز لاين المرة أخرى مشوها حلو، مشوها جميلة، لكن في الآخر تضيع الكرة. لا، الحضري يعود من جديد، يعاود الهجمة، يعاود الفرصة بعد المتابعات من القصير المكير منصور الحضري. ميشا لكن قصيرة، شكلها قصيرة. القلوي قلوي 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 اول سوي، طمع فيها او ما لقاش. الحاج علي صالح يلعب امام ناديه السابق حراس بطول الملعب اول سوي، يسجلها حراس القوي ويحصل على الرمية الاضافية. محمد حراس يعطي المقدمة لابناء الشمال من جديد. الباسكت محتسب والاند وان. حراس تضيع رمية. قلوي من جديد، قلوي والطريق السريع، قلوي والقطار الباحث عن محطة. مرة أخرى خالد سليمان، خالد والهجمة الأخيرة، الثواني الأخيرة واللاست شوت. عمر وهنا الخطأ الشخصي مع الثانية الأخيرة، ثانية وحيدة عزيزي المشاهد. قول له أول عزيزي المشاهد، هي ثانية وحيدة. One second last time، معقولة
هيقدر العربي يتقدم أم الشمال يخرج لمنتصف المباراة بفارق نقطة واحدة؟ التمرير جلوي هنا، يا سلام، لا لا باتلك عمل اليوب باس، برافو يا حاتم، هارتلك على هذه اللعبة الجميلة. عزيزي المشاهد، وصلنا لمنتصف اللقاء، هناك تكريم للجنة الإعلامية من داخل الاتحاد وخارج الاتحاد، ونعود معكم والاستوديو مع الدكتور مصطفى والكابتن الكبير حسن عبد المعطي بعد التكريم. كابتن محمد سليم،
مصطفى قدوس. الدكتور مصطفى حافظ. كابتن ناصر فاضل. كابتن ناصر فاضل. الإعلامي والصحفي الأستاذ رجاء ومن جديد الشباب الأستاذ شيخ صبري أستاذ ناصر الرئيسي كوتش روبرت شكرا. لا النور بتاعك بس. النور النور. مرة ثانية أعزائي المشاهدين نعود إليكم من بعد نهاية الشوط الأول بربعي الأول والثاني مع كابتن حسن عبد المعطي وتحليل فني للشوط الأول. كابتن حسن بالنسبة للعربي وبالنسبة للشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شفنا أداء قوي من الفريقين متجانسين في الدفاع والهجوم، واضح للفريقين يعني كل واحد فيهم عنده طموح إنه يكسب البطولة والدوري بالمباراة دي. شفنا الفترة الأولية انتهت 19-18 لصالح الشمال، ده بيدي إحساس بقد إيه الجيم إيكوال جيم بين الفريقين. شفنا في الفترة دي ويليام بيرد عمل 4 بونت، شفنا جالي وجاب 6 بونت بالنسبة للنادي العربي، شفنا عمر سيك كان متفوق على نفسه وكان مسجل أول 6 بونت في المباراة، 8 بونت
لكن التيم بشكل عام كان عامل دفاع قوي على الشمال. على الناحيه الثانيه شفنا في الفتره دي حرات كان جايب 6 بوينت، وشفنا جورجي جاب 5 بوينت، وعماره جاب 5 بوينت، بس ميشا غوتش كده علامه استفهام. وشفنا منصور الحضري جاب 3 بوينت، فكان في تجانس. ميشا هنتكلم على ميشا من اللعيبه المهمين، واحنا عارفين انه لاعب شوتر ويقدر، بس هو ممسوك كويس، لكن يقدر يعمل كامباك في اي لحظه، ولو عمل كامباك ممكن يعمل فرق كبير مع نادي الشمال، لان يعني نادي الشمال برافو عليه انه مادي بالقوه دي، ويعتبر ميشا اوت اوف ذا جيم لغايه دلوقتي، لكن عارفين والسكور عارفين اللعيبه الخبرات ممكن يعمل كامباك في اي لحظه ومعامل الفرق، لكن هم ماسكينه كويس وزيرو بوينت. حتى البيرد الثاني شفنا في البيرد الثاني حرات بدا يفوق من 6 بوينت وصل 16 بوينت، هو افضل مسجل لغايه دلوقتي في الفريقين. شفنا فارس سجل 2 بوينت، شفنا جورجي 7 بوينت، وعمارة هم نفس 5 بوينت، وشفنا منصور شاط شوطة تانية بقى 6 بوينت. ده بالنسبة لفريق نادي الشمال علشان ينهي الفترة التانية والشوط الأول بفارق 37-36. على الجانب الآخر شفنا جالوي، شفنا ويليام بير قدر يوصل ل 10 بوينت بعد ما كان 4 بوينت في الفترة الأولى، شفنا جالوي عمل 8 بوينت. خالد سليمان هو اللي لسه برضه نفس المشكله اللي اتكلمنا على ميشا، خالد سليمان مسجل 4 بوينت بس وباع يعني كتير، لكن كل مدرب في الفريقين بيحط احتمال كبير جدا على ورقه ورابحه عنده، واحنا عارفين ان خالد سليمان ورقه رابحه في العربي ويقدر يعمل كامباك بخبراته، ولو عمل كامباك ممكن يعمل فرق كويس مع العربي، لكن لغايه دلوقتي هو عامل 4 بوينت بس. شفنا عمر سيك مسجل 10 بوينت، واعتقد في فرقه العربي متوازن في الدفاع مع الفريق ومؤدي. الولد الصغير خالد رشدي عمل 4 بوينت ومؤدي دور دفاعي، بس ينقصه الخبره شويه في الكور متصارع، لكن عامل يعني في الفتره اللي بينزل فيها الملعب عامل برده جو كويس مع الفريق. شفنا الحاج علي صالح اسمه، ما شفناش منه حاجه، ولكن هنبرد الثالث نقدر نشوف الفريقين هيوصلوا لفين، لكن بشكل عام المباراه ايكوال، الفريقين بيجاهدوا. في بعض الاخطاء وده وارد طبعا، مفيش حاجه في كره السله بغير اخطاء، لكن الفريق اللي بيقلل الاخطاء هو اللي بيقدر يوصل للمواصل التكتيك. احنا دلوقتي شفنا كوتش حاتم الزوم بريس اللي لعبه، الزوم بريس زي ما حضرتك عارف يعني هو كذا خط دفاع، الخط الاخير اللي فيه اللي فيه عمر سيك بيبقى فيه مشكله مع استلام حرات للكوره بعد التراب اللي بيحصل، يعني في تراب بيحصل مثلا على ميشا او على منصور، الكوره بترجع لحرات، حرات خلاص بيلاقي نفسه واحد على واحد على عمر سيك. حرات طبعا احنا عارفين ان حرات لاعب خطر ولاعب قوي زي ما قلنا، يعني هو لغايه دلوقتي هو افضل مسجل، رغم ان هو ده لسه مش هو ده حرات، لكن حرات قدر يسجل ازاي لما عمل الماتش اب على فرقه الشمال وضغط، هو خد اكتر من 6 كرات، اثنين الوقت راح واربع كرات خطفوهم، فدي عمليه ايجابيه بالنسبه للكوتش حاتم، لكن اذا الكره عدت، وده اللي حصل لما تدارك الموقف ده الكوتش حسن حشاد وزق جورجي جنب منصور يقدر يطلع كوره، لما قدر يتفتح الملعب هنا هو خطوره حرات بتبان، ويقدر هيسرق الجيم منه ويقدر يسجل، لان 1-1 1-2 يقدر يسجل حرات، لكن هو الحاجه اللي كانت معموله صح، هم قافلين المنطقه الخلفيه على نادي الشمال، بيحصل فيه بوكس اوت على حرات من اكتر من لاعب مش قادر يروح للكوره، ولازم الحاله دي لو اللاعب الانسايد اللي جنبه الطويل نزل وبقى من الهاي للو جنبه هيعمل دروب عليهم، لكن اللي حصل احنا عارفين نسبه طول في فرقه العربي قويه، جلوي طويل، ويليام طويل، عمر سيك طويل، خالد طويل، حرات وسطيهم بيكون في صعوبه، لكن لو الملعب اتفتح حرات يقدر يلعب على اي حد ويقدر يسجل سكور، فلازم الماتش اب يكون بحرص، ولازم يكون في روتيشن بسرعه في العوده، وحصل لو حصل روتيشن وردينا الرده الصح هيكون مشكله لحرات، اذا ما حصلش روتيشن هيقدر حرات يفوت ويقدر يعمل الفرق، الى جانب ان حرات بيقدر يشوف زمايله، لو قدر اللعيبه البريمتر فاتحين ويقدر يعمل سونجات شمال يمين وشاطهم بعيد هيحصل طفره قويه للشمال، لو توفقوا في الكرات اللي زي دي، وخصوصا ميشا لسه لغايه دلوقتي ما جاش، لو ميشا رجع بشوطاته اللي احنا عارفينها ممكن يحصل فرق جامد. هو ايه المشكله اللي ممكن تحصل دلوقتي بالنسبه للشمال في اول 3 دقائق لو اللعيبه ما ركزتش في الديفنس مع العربي، وايه المشكله اللي ممكن تحصل للعربي نفس الكلام لو بدا الكوتش حاتم الديفنس بتاعه مع لعيبته وهم مفيش حد تراب الفاول، بس معظم الناس عنده 2 فاول، يعني ممكن يقع في تراب الفاول بدري، فيقدر كوتش حسن وكوتش حاتم يتداركوا المشكله اللي هتحصل عندهم في الديفنسات في اول 3 دقائق اللي هم المهمين جدا في الكوارتر الثاني. واضح بالنسبه للفريقين في تركيز عالي، الفريقين فيهم خبرات كبيره
فريقين مش سايبين فرص للتورن اوفر والكره تفلت وتراجع الفرقتين. ما اعتقدش ان اي فريق منهم هيفرط في الدقائق الاولانيه من البريد الثالث. على التركيز اللي انا شايفه لا، في تركيز عالي من الفرقتين، وزي ما قلنا الفرقتين فيهم عناصر خبره كبيره. لو بصينا هنا هو هنلاقي ويليام وهنلاقي خالد وهنلاقي جلوي طبعا. لو بصينا حتى هنلاقي جورج وميشا وحتى عراض خبره عاليه عمارة. فدي خبرات جامده مش هيقدر ان هو ورعين المباراه مش هتحصل بالنسبه للفريقين زي ما حصل في ايام الدوري بالمباراه النهائيه الغلطه بالظبط راح فالفريقين مركزين. هل دلوقتي كوتش حسن حشاد هيقدر يستعين بكسار وهيقدر يستعين بمفتاح مع السبعه اللي لعبوا؟ والله على حسب مجريات اللعب واضطراب الفاول. اعتقد لو مفيش اضطراب الفاول ما افتكرش ما يستعين بيهم المباراه جنب بطوله، وبالنسبة له أول مرة في تاريخ النادي الشمال إنه يوصل ويكسب بطولة، فهيكون فيه حرص جامد. إلا إذا حصل فيه تراب الفاول والأكثر من لاعب والمجريات اتغيرت ممكن الحاجة دي يقدر يزق أي حد تاني، وأنا مع إن لو زق دم جديد. بس المشكلة مباراة صعبة يعني هرمى منصور، منصور خبرة، حتى لو منصور راجع من إصابات وراجع من إيقاف وكده لكن وجوده في الملعب بيعرف يمسك الكورة. الثانيين التانيين أي أخطاء ممكن يعمل معاه ضرب، خصوصا إن خبرة فريق النادي العربي عالية. أكيد أكيد. أشكرك كابتن حسن. أعزائي المشاهدين، ده كان تحليل للشوط الأول لمباراة النهائية اللي ما بين العربي والشمال. نقطة واحدة فرق مش كبير، لسه مباراة فيها كلام كتير جدا من الكوتشات، مباراة من العيار الثقيل. موجودين معاكم لغاية آخر مباراة في الشوط الثاني مع كابتن حسن عبد المعطي بعد المباراة. كل التوفيق للعربي وللشمال في الشوط الثاني. أترك الميكروفون للزميل العزيز المعلق أشرف توفيق، فعليك الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات الاتحاد القطري لكرة السلة، مرحبا بكم أينما كنتم. والشوط الثاني من مباراة الفريق العربي والشمال في نهائي نسخة الدوري 2018-2019 انتهى الشوط الأول ب 37 شمال مقابل 36 عربي، وسلة أولى للعربوية، ويعود التقدم للعربي من جديد. تبادل للتقدم، وهنا التاتش لاين عن طريق ميشا. ميشا لم يقدم المطلوب منه، اعتقد اعتقاد شخصي ان سيتم تغييره في الكؤوس، مش هو ده المطلوب للشمال إذا كان عاوز يقدر يحقق أفضلية مع حراس وجورجي والمحليين. هو له مباريات، وهنا الدفاعات، ولا نبخث لجورجي الستيل. التمرير من جديد، وهنا ويليام بير وجالوي والباس تالا. أعزائي المشاهدين، اعتباراً من باكر يبدأ كأس قطر، لا وقت للراحة. باكر إن شاء الله هنا مباراة الخور والريان في الدور التمهيدي لكأس قطر. من يفوز في هذا اللقاء سيقابل بطل الدوري. من يفوز اليوم؟ الله على الأسيس باص جلوي لتالا، خط رائع من تالا ولكن غير ناجحة. وهنا لا، ما فيش هنا، ما فيش هنا ولا حاجة. جورجي تضيع السلة. تالا ويليام بير، تالا من جديد على التصويب، تالا لكن تضيع الكرة.
مرة جديدة حراث وهدوء نسبي في بداية اللقاء. ومحمد حراث والكيك اوت لعمارة والتصويبة لسه 1 اون 1 والخطأ الشخصي على تالم. الكرة من الحد الجانبي وحراث من جديد عمارة يصوب التصويبة رائعة من عمر عبد القادر عمارة بثلاث نقاط يذهب بشمال إلى التقدم بفارق السلة 40-38. عزيزي المشاهد هنا سلة وهناك سلة، تكافؤ دائما في اللقاء منذ البداية. التقدم للشمال والخطأ الشخصي الثالث، هنا خطأ شخصي ثالث على جورجي، جورجي يدخل في مرحلة التراب الفاول. مرة جديدة الانسايد على عمر سيك، عمر والسبين لكن تضيع الكرة. حراث حراث حراث، وقوف حراث، جورجي قبل أن يتم تغييره اسيس باص، تتلف إيدك في حرير يا ابني، مش ممكن. التمريرات ساحرة سحرية من يد جورجي. 42 الشمال 38 العربي. على طول كوتش حسن حشاد يقوم بسحب منصور الحضري من على بنش التبديل. طبعا خطر شديد ان يلعب جورجي وهو ثلاث أخطاء، لكن خطر شديد ان يخرج جورجي. وهنا الكيك اوت، افيديتشي يسجل، يضرب افيديتشي للمرة الأولى، يذهب الشمال للسبع نقاط الفارق منذ بداية اللقاء. الشمال هنا يزيد الفارق، وهنا حاتم مملوك والتايم اوت، ومن ثم نعود لاستكمال الفترة الثالثة. وهذا اللقاء نهائي الدوري 2018-2019. التمريرات، عمر سيكي تضيع الكرة. سبع نقاط هي الفارق، عمر سيك وعمارة، عمارة وعمر وحراث في المتابعة. سبع نقاط، جورجي حراث عمارة من جديد، جورجي يبدأ الهجمة، جورجي والوقوف، التصويبة بعيدة، شكلها بعيدة. الانتقال السريع والسلة من جالوي. والتصويبة، الخطأ الشخصي الثاني. جلوي يسجل الأنوان، يعود الفارق إلى أربع نقاط. وفارس أفيديتش، عمارة
جورجي البحث عن الانسايد. حراث وجورجي حراث، ولكن عمر سيك يقف لحراث بالمرصاد. خمس دقائق عزيزي المشاهد متبقية على نهاية الفترة الثالثة. الخطأ الشخصي هنا جاسم، جاسم نضر، لا ده الخطأ الشخصي الثالث على عمارة اللي احتسبه سيف الدوسري. جورجي يتم استبدال جورجي زي ما كنت أنا بقول من دقائق للحفاظ على أخطائه ونزول الحضري. منصور الحضري هنا في اللقاء. تسجيل لرمية حرة أولى لعمر. الرمية الثانية دخول مخالف أو خطأ في أثناء عمل المتابعات، إذن هي إدخال الكرة من الحد الجانبي لمصلحة فريق العربي. الدفاعات ضغطة من جديد للعربوية. الحضري هنا صانع ألعاب بديلاً عن جورجي، ومن جديد التصويب للحضري. الله الله يا حضري، اوعى يجيلك حضري. الفارق يصل لست نقاط. الخطأ شخصي، الخطأ الشخصي الأول على منصور الحضري أيضا. 48-42. خالد سليمان، عمر سيك، خالد سليمان. الدفاع منطقة وخالد درجدي، لكن عمر في المتابعة. الوان هان فولو، عمر سيك يقوم بالمتابعة. هنشوف فارس أفيديتش. ألف سلامة يا فارس. نزول للطاقم الطبي. إن شاء الله بسيطة. يتلقى العلاج فارس أفيديتش. أربع نقاط فقط هي الفارق للشمال، متبقي أربع دقائق. قام بالسلامة، لكن يجب استبداله طالما تلقى العلاج. جلوي وخالد يجمعان لاعبي فريق العربي، مهمة جدا. وفي الجهة الأخرى الحكام سويا للمداولات. مرة جديدة اللجوء إلى الفيديو، اللجوء إلى الفيديو. إشارة هنا من جاسم نضر إلى اللجوء إلى الآي آر إس. اللجوء هنا مرة أخرى إلى الاي ار اس او الانستنت ريبلاي سيستم، وهي الخاصيه الاعاده الفوريه للعبه هنا باستخدام اللايف ستريم والبث المباشر لقناه الاتحاد. احد اهم فوائد البث المباشر واللايف ستريم الموازي والتاكد من القرار عن طريق جاسم نضر بعد المداولة مع مستر بيتر وسيف الدوسري. وجاسم يتجه. ان سبورتس مان لايك فاول.
على اللاعب رقم 22 من فريق العربي. شاف التحام ما بين لاعب 25، شاف كرة مشتركة من لاعب النادي العربي انه تعرض لفارس افيديتش وهو خالد رشدي. مراجعة جديدة لقرار جاسم بيقول انا شفتها في الفيديو ان حصل احتكاك بشكل غير قانوني، اذا هو الانسبور سمال لايك فاول. وبالفعل شوف 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 هنا هنشوفها تاني في الاعادة في الريبلاي، لسه مش هي دي مرة اخرى، وفارس هنا يسجل السلة. فارس افيديتش يسجل اول الرميات، يسجل بالفعل الرمية السلة، نجاح للتسجيل وهنا الفارق 5 نقاط. الفارق 5 نقاط أعزائي المشاهدين. الشمال والعربي كنا بنشوفها معاهم على نظام الإعادة التشغيل الفيديو، شفنا بالفعل كوع بسيط أو احتكاك لكن غير قانوني من خالد رشدي لفارس أفيديتش. 6 نقاط والأوت. يا سلام ميشا، ميشا ينتزع الأهات، ميشا في الاوت اوف بالانس يسجل الثري بوينتس، رائع يرد عليه خالد، ولكن هنا ويليام وعمر سيك تمركز خاطئ في الدفاع للشمال يكلفه 2 نقطة جديده. اذا دائما تمركز لفريق الشمال اسفل سله، عذرا لمهاجمي العربي كالعاده اسفل سله الشمال. وهنا عبد القادر، يا عبد القادر الحضري منصور، لكن ما طلعش منصور. 6 نقاط 3:24 والخطأ الشخصي من منصور الحضري لمصلحة خالد رشدي. رميتين حرتين لمصلحة خالد رشدي. عودة جورجي اللي اسمه جورجي وهو صانع ألعاب المنتخب الجورجي. خالد يسجل، خالد رشدي اعتماد كبير عليه من كابتن حاتم مبلوك، ربنا يحفظك يا ابني. منصور الحضري التمريرات حراث منصور، والخطأ هنا على خالد رشدي. محمد حراث هو هداف فريق الشمال ب 16 نقطة و 13 ريباوند، إذا الدبل دبل الوحيد في الملعب لمصلحة الشمال هو حراث. وعمر ثيك عزيزي المشاهدين 17 نقطة 14 متابعة. 3 لاعبين في فريق العربي يتخطون الديجيت أو الدبل ديجيت ب 10 أو 11 و 17 نقطة، ويليام بيرد، جالوي، وعمر سيكا. جورجي، جورجي والاختراق، الدفاعات خاف ياخد الفاول الرابع. هنا خالد، خالد اول سوي، لا فضل يعطيها خالد الصغير لخالد الكبير. جالوي، خالد رشدي نجم اللقاء اليوم العربوية، اكبر المفاجآت هو خالد رشدي، افضل بديل في المباراة، القادم من على بنش البدلاء ليحقق الفارق خالد محمد رشدي، ربنا يحفظك يا ابني. الوقت المستقطع على طول للشمال.
عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال ثلاث دقائق متبقية من مباراة الشمال والعربي في النهائي الدوري نسخة 2018-2019. الإنسايد هي تعليمات كوتش حسن حشاد. عمر سيك وأمير، ينجح عمر في الدفاعات وويليام في المتابعات. خلاص دقيقتين ونصف نصل إلى نهاية الفترة الثالثة ونروح للفترة الحاسمة، فترة الحاسمة عزيزي المشاهد. الدفاعات ضغطة، البريشر فول كورت، جورجي والحضري في الملعب لضرب هذا الضغط. يا سلام على الباط والكات، لا 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 يا جورجي لا، لكن هنا حراث في المتابعة والهوك، لا 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 مش ماشية خالص. هنا عمر سيك ويا سلام اول زوي، عمر سيك بيستخدم مهارات القصار قامة للوصول للسلة وفارق النقطة اليتيمة. الحضري الحضري، لا الثلاثة ضيعوا، جورجي وحراث والحضري وجالوي اول زوي. او 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 العربي ليد، العربي يتقدم والسلة محتسبة والاندوان والعربية العربوية في إفاقة كبيرة. مش ممكن التقدم عرباوي بنقطة وحيدة، لسه بدري اللقاء، لسه بدري نقطة وحيدة. جلوي يسجل، مرة جديدة المحاولات، فارس أفيديتش مش عاوزة تنزل، مش راضية تنزل. الانتقال سريع، هنا خالد، خالد الاختراق في وسط الخمسة وعايز يديها لويليام. يتلقى التحية خالد رشدي. لسه بدري، لسه بدري، لسه شوط كامل، لسه مباراة كاملة. هذا الشوط العربي بسلة وحيدة. خالد سليمان، عمر سيك، قالوي، خالد خالد خالد، تضيع الكرة. مرة أخرى عمر سيك، الكرة لمصلحة فريق العربي. الثواني تمر، هتنتهي الهجمة وفي الفعل إيربول. حراث بطول الملعب أول زوي على اللوحة. يا خبراتك يا حراث، التقدم لحراث بيد حراث، اتعادل الشمال. 55-55 التعادل من جديد، لقاء بالفعل نهائي، لقاء الايكوال جيم. وهنا اي كلام من جلوي. الدوسري قريب من الكرة، تبديل خروج لخالد سليمان ونزول لتالا. 21 ثانية، واحد وعشرين ثانية عزيزي المشاهد قبل انتهاء الفترة الثالثة ولازال التعادل. ادخال الكرة، المحاولات، حراث، 15 ثانية، الحلقة الأخيرة، المشهد الأخير عزيزي المشاهد. وهنا جورجي يخترق بسهولة ويحصل على الخطأ الشخصي. خطأ شخصي في آخر 4 ثواني من الفترة الثالثة.
تحذيرات لبنش بدلاء العربي. الخطأ الأول على عمر. تضيع الكرة من جورجي. تالا وخالد في الاثنين كورنر علشان اللونج باص. حرات مش ممكن يا حرات. اها صافرة سليمة من جاسم قادم من خارج الخطوط قبل ان تلمس الحلقة الكرة. اذا هي متابعة بشكل غير قانوني. اعطاء الكرة للعربي. ثلاث ثواني. جالوي 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 يقف يصوبها. ينتزع الاهات. نقطة الصفر. لقاء نهائي بالفعل. التعادل 55-55 وعلى الفترة الرابعة رايحين ولا زال التعادل هو سيد الموقف. أكيد لن تذهبوا بعيدا. الفترة الرابعة فترة الحسم المشهد الأخير. وهنا من بطل الدوري 2019 على الشمال للمرة الأولى أم العربي بالخبرات حامل اللقب. حيرة في اندفاعات العربي هو بطل الدفاعات دائما. الخطأ شخصي هنا. الخطأ الشخصي الرابع بالفعل هو على جورجي. دفاعات العربي تحرج لاعبي الشمال. كان الجميع متوقع ان هيكون هناك طوفان ولكن نجاح كبير لحاتم مملوك وخبرة المباريات الهارمونيك للفريق. كل ما اقوله لكن لسه بدري. الشمال في جعبته الكثير. خلي بالك النزول اهو. احتفاظ هنا جورجي. اربع اخطاء شخصية. هل كوتش حسن حشاد هيغامر بجورجي فترة كاملة؟ وهنا خالد سليمان يسجل من جديد. التقدم. حرات حرات حرات. والخطأ الشخصي هنا. تبديل لازم طبعا. تغيير موفق من كوتش حسن حشاد
لازم يريح جورجي. ونزول لميشا. تضيع الرمية الأولى من حراس. رمية ثانية صحيحة. إذن تقدم لازال العربي بنقطة واحدة. تمريرات جالوي لتالا خالد، الاختراق، الخطأ على منصور. ادخال الكرة من الحد الجانبي. مرة جديدة من على البيز لاين والباص، فاهمين حافظين بعض، لكن هنا حراس كالعادة في المتابعات. والخطأ الشخصي، خطأ شخصي. ادخال الكرة من الحد الجانبي، الخطأ الشخصي الرابع على تالا. هيغيروا اكيد حاتم. حراس يا سلام على الفيك، مش ماشية يا حراس، مش ماشية معاك يا حراس. لكن هنا ويليام بيرد يرتكب الخطأ الشخصي. بالفعل غير تالا حاتم مملوك، أربع أخطاء شخصية. فارس أفيديتش، قصيرة من فارس. مرة أخرى جالوي. هنا من جديد عمر سيك، الفيك، التصويب، التسجيل. عمر سيك يسجل من جديد. التعليمات هنا عدم لمس الكرة، عدم لمس الكرة عقب السلة. العربي يتقدم بثلاث نقاط في المشهد الأخير. عزيزي المشاهد، ميشا، ميشا الحضري وأمير. هل هيلعب أمير 1 on 1؟ بالفعل بلوك شوت روعة. عمر سيكي بيعمل الصعب. خالد رشدي يا سلام يا سلام، الأسيست باص رائع. خالد يدخل ويمرر. إذن خالد رشدي والنضوج، نضج خالد بما فيه كفاية. تبديل لأمير ونزول لعمارة. ما فيش وقت إن يحتفظ بجورجي، هي دي وجهة نظر كابتن حسن حشاد. جالوي التصويب بثلاث نقاط. ينجح جالوي في تسجيل النقطة الأولى. مرة جديدة أعزائي المشاهدين، هنا محمد حراس والتمريرات. مرة جديدة والإنسايد محمد حراس، ويا سلام على الموب. مش ماشي حراس، لكن مشاها حراس، عملها حراس عزيزي المشاهد، ويسجل من جديد. تسجيل للنقاط. محمد حراس أجن إعادة. جديدة هنا محمد حراس على التصويب.
يسجلها هذه المرة محمد حراث. ويليام في الكورنر مستنيها. العربي والتركيز خبرات نهاية اللقاءات. الخطأ الشخصي على منصور الحضري. أها التراب الفاول، التراب الفاول الشمال في مأزق. أربع أخطاء لكل من منصور الحضري وجورجي كلاهما في الملعب. سبع دقائق 22 ثانية، لسه عمر طويل، لسه مباراة كاملة. التقدم عرباوي، عمر والدريبل زيادة اكسترا دريبل خالد رشدي، الوقوف والتصويبة، وهنا كالعادة الاوفنسيف ريباوند. متابعات خطأ هنا على الجلوي. بالفعل قرار صائب من سيف الدوسري الحكم الدولي. الخطأ الشخصي الأول على جالوي. يتوجه سيف الدوسري إلى حاتم مملوك بتحذير قبل إعطاء التكنيكال فاول. على التصويب محمد حراث نجم فريق الشمال، نجم الجزائر، الرهان على حراث. لازال هنا الحماس الزائد. على فكرة لسه بدري، حراث يقدر يرجع في أي وقت، صدقوني يقدر يرجع في أي وقت. نقطة جديدة لمحمد حراث، الفارق نقطة وحيدة. لسه بدري، سبع دقائق. جالوي، جالوي محاولات الاختراق، عمر سيك والدرايف، والخطأ هنا على ميشا ميكائيل بيرشافلي لاعب فريق الشمال والمنتخب الجورجي. الحضري أربع أخطاء، جورجي أربع أخطاء، ميشا ثلاث أخطاء. الله يكون في عونك يا كوتش حشاد. تضيع الرمية، عمر سيك تضيع الرمية. يسجل الرمية الحرة جورجي. مرة أخرى الميشا، الأسيس باس، وهنا الستيل، دفاعات قوية، انتقال للعربوية، وهنا الخطأ الشخصي أكيد على خالد رشدي. حراث بالخبرات، منذ دقائق قليلة كنت أتحدث عزيزي المشاهد، محمد حراث هو آخر الآمال لأهل الشمال من أجل العودة. من المنتظر إمكانية هنا الخطأ على جالوي. تم تحذير لكيفن جالوي منذ دقيقة واحدة. أصر على الاعتراض. بتغرم فريقك يا جالوي، لعب قبل كده مع الغرافة، لعب في لبنان، يعني ليس بغريب عن المنطقة، لعب في الدوري العراقي، حقق الكثير مع فريق النفط العراقي، حصل على بطولة الدوري ومثل المنتخب العراقي كمحترف أو لاعب مجنس. كيفن جالوي نقطة وحيدة، هل العودة بإيدين حراث؟ إيه اللي بيخبيه الأقدار؟ حراث المفتاح السحري. التعادل من جديد، تقدم للشمال بيد حراث. كنت بقولها من دقيقة، السر دائما
المفتاح السحري بإيد محمد حراث. الجماهير الشمالية في منتهى الحماس بعد التقدم، وهنا المعركة في المتابعة، والكرة لمصلحة العربي من جديد. كرة من الحد، اها الخطأ على حراس. 6 دقائق 7 ثواني متبقية على نهاية هذا اللقاء حسم الدوري. مين هيفوز؟ البطل مين؟ الوصيف ويليام بيرد يسجل الرمية الحرة الأولى. من جديد يعود ويليام، يسجل من جديد. عزيزي المشاهد، 6 دقائق عزيزي المشاهد، نقطة وحيدة للعربي. التصويبة ميشا، مش هو ده ميشا. جالوي جالوي جالوي، الاسيس باس، هي حافظينها عارفينها. تمركز مستمر في ويليام بيرد وعمر سيك على البيز لاين على الشورت كورنر، يتلقى التمريرات والاسيست بعد الاختراق. هنا جورجي يمرر وعمر سيك بيلعب مباراة للتاريخ. عمر كانت جميع الأحاديث والتنبؤات على تغييره واستبداله، أصر الجهاز الإداري والجهاز الفني، ده اللي قاله لي أبو فيصل وقاله لي حاتم مملوك. الهارمونيك هي كلمة السر، هي الرهان في الحصول على البطولة. هنشوف الحضري بالخبرات، لم تسعف الزمن الهجمة الشمال للتسجيل. استمرار لنجاح دفاع العربوية. آخر ربع، آخر 5 دقائق في آخر ربع، والتسجيل هنا، التسجيل هنا، والتايم اوت اكيد لكوتش حسن حشاد. الفارق يزداد من 68 ل 63، 5 نقاط، والوقت هنا التايم اوت للشمال اكيد. نستمع للتعليمات ونعود. عدنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية اللقاء، إلى آخر 5 دقائق في الدوري. عزيزي المشاهد، آخر 5 دقائق عزيزي المشاهد في الدوري القطري موسم 2018-2019. ضياع للرميات الحرة
وتضيع الكرة. الكرة لمصلحة الشمال. مرة أخرى تمريرات عمارة، يا سلام، مش ممكن يا عمارة يسجل بثلاث نقاط، تولع المباراة من جديد، تشتعل من جديد. الله الله الله، الفارق سلة واحدة، مش ممكن يا جماعة. وهنا المحاولات وعمر سيك والتصويبة من جديد، ويليام بيردي في المتابعة. التمريرات، الاختراق، يا سلام، شوف اها مخالفة الثلاث ثواني، مخالفة على العربي. الكرة لمصلحة فريق الشمال، الفارق سلة وحيدة فقط. التصويب، الله، جورجي الرهيب يعود بالشمال من بعيد، والتقدم بنقطة. وهنا التسجيل لجورجي والتقدم للشمال، وعلى طول بلا تفكير بلا هوادة التكنيكال فاول. جورجي يطالب الجماهير بالتشجيع. 4 دقائق والتقدم للشمال. المباراة ولعت فعلا، نهائي رائع، نهائي جميل من حيث التكافؤ. خلي بالك جورجي اللي ولع المباراة ده، 4 أخطاء الحضري، 4 أخطاء هناك، أيضا 2 بـ3 أخطاء، وهم فارس أفيديتش وميشا. يا سلام يا عمارة، عمارة يا عمارة، هو اللي أصر إنه يصوب هذا التكنيكال فاول. رائع عمارة، خبرات كبيرة هذا اللاعب، اللاعب العجوز عمر عبد القادر، لاعب فريق الغرافة السابق. أوه أوه أوه، ليه أوه ليه أوه ليه، هو تشجيع جماهير الفريقين. أوه ليه أوه ليه، المتعة هنا العربي والشمال، من يحصل على الدوري؟ المتعة في المدرجات، الكفاح في الملعب، ونحن هنا في الاستمتاع بهذا اللقاء. عمر عبد القادر لو كان عملها كانت المباراة هتروح فين؟ خالد، هنا وقت خالد سليمان، والدفاعات القوية، جورجي والدبل تيم، وجورجي جورجي يقف جورجي، وعلى طول يتسرع، وهنا الاوفنسيف فاول على عمارة. بقول لكم المباراة ايه؟ مباراة نار، مباراة رائعة، مباراة ما نقدرش نعلم ولا نعرف مين اللي هيكسب. ده 3 دقائق 20 ثانية وخطأ شخصي خامس على عمر عبد القادر والخروج من الملعب. جالوي يسجل الأولى، رائع طبعا، خبرات كبيرة كيفن جالوي. ويسجل الثانية. عزيزي المشاهد، التعادل، العربي يعود بالمباراة إلى نقطة الصفر. الحضري، الانسايد لأمير، فارس أفيديتش، الحضري، الحضري، يا سلام يا حضري، يا سلام يا حضري، ربنا يحفظك يا ابني، أكثر من رائع. هنا تلا تلا تلا، والكرة الحائرة، ويتم اللحاق بها كيفن جالوي. أمين، يا سلام، المتابعات، مش ممكن. هنا جورجي والحصول على الان سبورتس مان لايك فاول. خبرات جورجي تكشر عن الأنياب،
خبرات جورجي تسيطر على الموقف والحصول على الخطأ الشخصي. بل هو أن سبورتسمان لايك فاول ومغادرة لتالا بذكاء جورجي. مغادرة لتالا. نزول للحج علي صالح. يسجل جورجي. فرحة لجماهير الشمال. ويسجل جورجي من جديد. ادخال الكرة من منتصف الملعب لمصلحة الشمال. جورجي من جديد، هجمة جديدة، تضيع الكرة، كرة حيرة، حراث دايما عنده الكور الحيرة، وأمير في المتابعة والتسجيل، والأندوان، الأندوان عزيزي المشاهد، الشمال بيولع في المباراة، هل هو الفوز التاريخي للشمال؟ أم عودة للعربي متخصص العودة؟ أمير الأندوان تضيع، وعمر تيك جلوي يا جلوي، لازم يكون في دور لجلوي، فعلا دور رائع، وعلى الحاج علي صالح، وهنا الحضري والذهاب إلى المنطقة الأمامية، أربع نقاط، دقيقتين، لم يوجد كائن من كان يتوقع من الفائز باللقاء. الحضري الحضري الاختراق والحصول على الخطأ الشخصي. خطأ يستوجب رميتين حرتين. الخطأ الشخصي الأول على الحاج علي صالح. تضيع الرميات الحرة. الوقت الحساس، الوقت الحاسم، أقل من دقيقتين عزيزي المشاهد، ويتحدد بطل الدوري. من بطل الدوري 2019 عزيزي المشاهد؟ التايم أوت أكيد للعربي، حامل اللقب العربي أم الشمال للمرة الأولى، المتقدم بخمس نقاط عزيزي المشاهد. ما حدش يعرف حتى الآن هل يعود العربي أم عاد الشمال في الوقت الحاسم للمباراة. نترك الآن الحديث للمدربين ونعود بمشيئة الله لاستكمال اللقاء. آخر دقيقتين في عمر الدوري، آخر دقيقتين في الموسم، التتويج، الأسماء الآن تكتب، هل هي الشمال للمرة الأولى في التاريخ أم هو العربي وحامل اللقب يعود الدرع إلى دولاب العربي وخزينة العربي من جديد بعد أن ظل عام هناك كل الحلول؟ كل الإجابات على المسابقات والأسئلة والحكايات بعد أقل من دقيقتين. أكيد لن تذهبوا بعيداً، وقت الحسم الدقيقتين، آخر دقيقتين، ليس في عمر الدوري، في عمر الدوري وعمر الدرع لهذا الموسم وليست عمر المباراة. جالوي، كيفن جالوي، هل معه الحلول ولا خالد الساحر سليمان؟ خالد سليمان بيبحث عن الثلاث أغرميات. بقول لحضراتكم خبرات سليمان تتفوق
على شباب أمير. ثلاث رميات حرة. نجاح للرمية الحرة الأولى. رمية حرة ثانية لخالد سليمان في محاولات التقليص. ينجح خالد يقلص الفارق. هنا الخبرات لخالد سليمان. خالد يسجل. الفارق سلة وحيدة عزيزي المشاهد. جورجي جورجي حراث الوان اون وان والكرة تأبى أن تدخل. عمر سيك الذهاب إلى الدرو والبلوك لا الفاول الشخصي الخطأ الشخصي عزيزي المشاهد. الرميات الحرة هي هتكون كلمة السر في هذا اللقاء. نجاح للرمية الحرة الأولى. يعود العربي بالرميات، عاد بالرميات بخمس رميات، حقق التعادل العربي عزيزي المشاهد. العربي يعود، الشمال يعود عذرا، بعوض الفارق رجع للتعادل. خبرات خالد. الكرة من ذهب، الماني تايم. اي كرة هنا دفاعات. العربي يخطف الكرة بخالد سليمان. قلوي قلوي والاختراق. التيرن اوفر في الوقت الحساس والتايم اوت لحسن حشاد. عزيزي المشاهد 46 ثانية 46 ثانية ونصل إلى نهاية اللقاء رغم اللي متبقي 46. التعادل عزيزي المشاهد. أحب أنوه على حضراتكم إن الكأس هي الكأس هيبدأ إمتى؟ الكأس هيبدأ بكرة، يعني بعد أقل من 24 ساعة. بعد عزيزي المشاهد بعد 20 ساعة يبدأ كأس قطر. الآن الساعة 9، بكرة الساعة 5. الريان والخور وبالصدفة هما الاستوديو التحليلي للقاء اليوم. كابتن حسن عبد المعطي المشرف العام للفئات السنية، والدكتور مصطفى حافظ مدرب الشباب ومساعد مدرب الدرجة الأولى، هم اللي موجودين. وبعد 24 ساعة فقط يعود الكأس قطر بلقاء الخور والريان باكر، الثلاث والأربع دور الثمانية. الأربع تحدى طرفي دور الثمانية. قطر تقابل الغرافة، الوكرة في انتظار السد، أما العربي والشمال من يفوز باللقاء ويكون البطل هو من يقابل الفريق الفائز غدا، والمركز الثاني يقابل الأهلي. سيبك من الكاس، خلينا في 39 ثانية دي. التسرع من ميشا والكرة لمصلحة العربي. 33 ثانية عزيزي المشاهد. مش ممكن، مش عارفين نقعد علشان نعلق واحنا قاعدين. 30 ثانية متبقي، نصف دقيقة ونشوف مين البطل. هل العربي خلصها ولا الشمال عنده لسه هجمة؟ هنشوف. خالد سليمان والإيربول.
الكرة مع الشمال، الشمال رايح حراس، هجمة أخيرة، هجمة المباراة. ومعقولة الحضري الحضري الحضري، الشمال يسجل، الشمال. عزيزي المشاهد، ممكن تكون هي سلة البطولة، سلة الدوري، بواسطة الحضري، منصور الحضري يسجل ثلاثية في الماني تايم في الوقت القاتل. هناك 4 ثواني عزيزي المشاهد، والهجمة للعربي. الحضري يعود بالشمال بتصويبة تمنها هو تمن الدوري. إذا العربي ما عرفش يستغل ال4 ثواني، هل العربي يسجل ب3 نقاط ونذهب إلى الوقت الإضافي، أم الدوري للمرة الأولى يذهب إلى مدينة الشمال؟ هنشوف 4 ثواني فيها الإجابة، فيها الخلاصة ونهاية الدوري ونهاية اللقاء. خلاص 3 ثواني، الشمال يكتب التاريخ أم العربي يعود من جديد ونصل للإكسترا تايم. وقت مستقطع، أكيد استلام الكرة من الحد النهائي لمصلحة فريق العربي. الفارق ثلاثية، التصويبة الذهبية، الوصول للإكسترا تايم، أم هي نهاية للقاء؟ العربي وإدخال كرة مش مستحيل، لكن هي في منتهى الصعوبة. جلوي على التنفيذ، إدخال كرة هي الأهم في عمر الدوري للعربي، الأهم في كرة السلة القطرية للدوري هذا الموسم. عمر سيك، والكرة تصويبة. الدوري شمالي، الدوري للشمال، ألف مبروك للشمال، الدوري البطل هذا العام في نسخة جديدة في اسم جديد هو نادي الشمال. عزيزي المشاهد، ألف مبروك لجميع الجهاز الإداري، الجهاز الفني، يستاهلوا، تعبوا، صرفوا، دربوا، جابوا اللعيبة، كل الاحترام للعربي. العربي حامل اللقب، العربي القادم من بعيد لن يفرط في المباراة النهائية حتى آخر 10 ثواني. حامل اللقب العربي، مبروك برضو لحاتم مملوك الميدالية الفضية، مبروك لنادي قطر الميدالية البرونزية، وهارد لك أكيد للعربي. ألف مبروك للشمال أعزائي المشاهدين، دوري أول، بطولة أولى للنادي العربي. لا تذهبوا بعيدا، الآن وقت التتويج عزيزي المشاهد، وهنتقل بالصوت والصورة للكابتن والدكتور مصطفى حافظ وكابتن حسن حشاد. فعزيزي المشاهد، الآن مع الاستوديو التحليلي، اتفضل دكتور مصطفى، اتفضل كابتن حسن عبد المعطي، والصوت والصورة معك. رصاصة الرحمة تطلق من ايد منصور الحضري في اخر 8 ثواني في 3 بوينت 77-80. مبروك نادي الشمال كاس، مبروك نادي الشمال الدوري العام للاتحاد القطري لكرة السلة اول مرة في تاريخه. مبروك كابتن حسن عبد المعطي، تحليلك على المباراة كلها بالنسبة للشمال والعربي. المباراة طبعا كانت قوية، كانت فيها نداية من الفريقين، وحقيقي استطاع من الشمال يخطف المباراة برصاصة الرحمة لمنصور في آخر ثواني، وحقيقي استحق الفوز ده أول مرة في تاريخه، وكل جهودهم وتعبهم وتعب إدارتهم وكابتن ناصر عجلان إدارة والصرف، وما بخلش على الفريق أي حاجة، وعناصر كويسة. عودة منصور حاجة مهمة علشان المنتخب كمان، ثبات انفعالي، إصرار، مجهود كبير من حماد، قدر يحط 25 بوينت، جورجي قدر يعمل كامباك رغم غياب ميشا زي ما حكينا، قدر يعمل 12 بوينت، ميشا هو اللي كان بعيد ب3 بوينت بس طول المباراة، لكن الروح القطرية اللي موجودة في تيم الشمال ساعدته انه يقدر يحقق الفوز. ومبروك للشمال، وهارد لاك العربي عمل مباراة كبيرة وكافح وجاهد لغاية آخر ثواني،
لكن هي دي كرة السلة لازم تكون في النهاية واحد فايز. أعزائي المشاهدين، ده كان تحليل للكابتن حسن عبد المعطي على نهائي الدوري. مبروك لنادي الشمال مرة ثانية، مبروك لكابتن ناصر عجلان الكعبي رئيس جهاز نادي الشمال. الشمال عمل طفرة كبيرة جدا موسم 2018-2019، مجهود يشكر عليه طبعا. مبروك للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسن حشاد ومعاونيه، مبروك للعيبة. هارد لك كابتن حاتم مملوك المدرب المجتهد جدا 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 هو وجهازه الفني مع العربي. ألف ألف شكر لمتابعينا على قناة الاتحاد القطري لكرة السلة. ما تنسوش موعدنا بكرة مع بداية كاس قطر لكرة السلة، المركز الثامن والتاسع ما بين الريان والخور، والفائز هيقابل في دور الثمانية فريق البطل فريق الشمال. شكرا على متابعتكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في مباريات قادمة مع الاتحاد وقناة الاتحاد القطري لكرة السلة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.